معركة جديدة تخوضها قوى الامن في تعز ضد العناصر الخارجية عن القانون. هذا ما يمكن وصفه للحملة الامنية التي اطلقتها ادارة الامن ضد مسلحين نصبوا كمينا لمدير امن شرطة المدينة العميد منصور الاكحلي. بيان ادارة الامن اكد ان المجاميع المسلحة والتي يقودها المطلوب امنيا غزوان المخلافي نصبت كمينا لمدير الامن وهو الامر الذي تطور الى اشتباكات مسلحه بين مرافقي مدير الامن وتلك العناصر، ما ادى الى استشهاد طفل، وإصابه امرأه، ومقتل احد المطلوبين امنيا، واحراق مركبات كان يستقلها المسلحون. البيان اكد ان الحمله مستمره في ملاحقه جميع العناصر الخارجه عن القانون في احياء شمال المدينه، عاقده العزم على ضبط جميع العناصر المطلوبه امنيا. وتشهد تعز من وقت الى اخر اشتباكات بين عناصر مسلحه وقوى الامن وهو ما يرجعه مراقبون الى حاله الانقسام والتصدع التي تعانيها المؤسسه العسكريه في تعز